اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر. النهارده هنتكلم عن تحليل البول، ازاي نقراه وازاي من خلاله نقدر نوصل لتشخيص بعض الامراض المهمه. تابعونا. في البدايه البول كان بيقولوا عليه ان هو ده مرايه الجسم، يعني اي حاجه او اي تغير بيحصل في الجسم بيظهر بعد كده في البول، وفعلا ده تحليل مهم جدا اكتر مما تتخيل. هنتكلم في البدايه ازاي ناخد العينه بتاعه البول. المفروض العينه دي لما نيجي ناخدها تكون ميد ستريم. ميد ستريم يعني ايه؟ يعني العيان بيطلع الاول شويه بول، بعد كده دول بنرميهم وبناخد الشويه اللي بعدهم عشان نحللهم، وعلى قد ما نقدر نحاول نخلي البول ده ما يتلوثش وهو خارج من مجرى البول، خصوصا في السيدات. يعني المفروض السيده تنظف مكان الجهاز التناسلي كويس قبل ما تاخد عينه البول، كمان ما يكونش عليها دورة شهرية ولا حاجة عشان ما يتلوثش بالدم وتظهر كمية دم كبيرة في تحليل البول، وده طبعا حاجة خطأ. خلونا نتكلم على الطبيعي في تحليل البول. الطبيعي في تحليل البول في حاجات اسمها جروس اكزامينيشن، يعني انا بشوفه بعناية من غير يعني اجهزة ولا اي حاجة تانية. الجروس في حاجة تانية بتبقى ديبستيك يعني بشرايط، وحاجة اخيرة مايكروسكوبك يعني تحت الميكروسكوب. فالطبيعي في الجروس ان انت تشوفه بعينك ده ان اللون بتاع البول يكون اصفر بدرجاته، اصفر فاتح غامق الى الكهرماني. كمان الريحه بتاعته بتكون حاجه اسمها يورينيفرس، رائحه البول المعروفه. كمان الاسبكت يعني هل هو رايق ولا عاكر، المفروض انه يكون كلير يعني رايق الى كلاودي يعني غائم. كمان السبيسيفيك جرافيتي بتاعته يعني معناها تركيز المواد جواه قد ايه بالظبط، المفروض من 1005 ل 1025. كمان البي اتش اللي هي بتعبر عن الحامضية او القلوية بالنسبة للبول، المفروض تكون من 4.5 ل 8. بعد كده نتكلم على الديبستيك، الشرايط اللي بنحطها عشان نعرف بعد كده بعض الاشياء. اولا مثلا الجلوكوز الطبيعي انه يكون مش موجود، ما يكونش فيه سكر في البول. الكيتونز او الاسيتون طبيعي انه يكون مش موجود. نايترايتس المفروض طبيعي تكون مش موجودة. ليوكوسايت استريز المفروض تكون مش موجودة. بيلروبين المفروض يكون مش موجود. بروتينز، البروتينات المفروض تكون لحد 150 ميلي جرام بير دي في اليوم الواحد، الشخص ممكن ينزل بروتينات 150 ميلي جرام، لكن بالديبستيك العادي مش هيشوف ال 150 ميلي جرام ده، فلما يعمل ديبستيك مش هيلاقي بروتينات. كمان البلد المفروض يكون اقل من 3. كمان في حاجه اسمها يورو بالروبن، دي المفروض تكون موجوده لكن بنسبه من نص لواحد ميلي جرام بس في الديسي لتر. لما نيجي نتكلم على الجزء اللي هو تحت الميكروسكوب، المفروض الار بي سيز او كرات الدم الحمراء ما تزيدش عن 5، وفي بعض المعامل يقول لك ما تزيدش عن 2. الوايت بلاد سيلز او كرات الدم البيضاء المفروض ما تزيدش عن 5. سكويماس ايبيثيليال سيلز المفروض من 15 ل 20. الكاستس برضو ما تزيدش عن 5. الكريستالز اوكيشنالي يعني احيانا الاقي منها شويه، وطبعا هنقول بعد كده كل حاجه بالتفصيل. بكتيريا المفروض ما الاقيش طبعا بكتيريا، واليست او الخمائر دي المفروض كمان ما الاقيهاش، والأوفا أو البويضات برضو ما تكونش موجودة. ده كده الطبيعي بتاع تحليل البول، وهنتكلم بعد كده عن نقطة نقطة بالتفصيل. أول حاجة في الجروس اكزامينيشن أو الفحص بالعين هو لون البول، وبنتكلم إن الصبغة المسؤولة عن لون البول اسمها يوروكروم. البول بيبقى فاتح لو كمية السوائل في الجسم زيادة أو الجسم مش قادر يركز البول. فالشخص مثلا لو صايم كمية البول بتقل فبيبقى مركز، فاللون يبقى غامق. لو الشخص بيشرب سوائل كتير وكمية السوائل في جسمه بتزيد، اللون البول طبعا بيبقى فاتح. لكن في حالات مرضية بتأثر على لون البول سواء غامق أو فاتح، زي مثلا لو واحد في حادثة ونزف كتير فكمية الدم في جسمه وكمية السوائل في جسمه قلت، فلون البول هيبقى مركز وهيبقى غامق. كمان لون البول ممكن يكون فاتح جدا في مرض السكر الكاذب أو الديابيتس انسيبيدس، لأن الجسم في الحالة دي ما بيقدرش يركز البول أساسا. كمان تناول الإنسان للأكل وأدوية ومشروبات ممكن تأثر على لون البول، يعني مثلا لو الشخص بياكل بنجر ممكن لون البول بتاعه يكون أحمر، لو الشخص بياكل جزر ممكن يكون لون البول بتاعه فعلا برتقاني، كمان لو بياخد دواء زي ريفامبسين ممكن يخلي لون البول بتاعه برتقاني. فلون البول مهم جدا لحالة الجسم وحالة ما يأكله الإنسان أو يأخذه من أدوية، وممكن أسيب لينك تحت يعرفنا كل لون بول بيساوي إيه بالظبط. بعد كده النقطة التانية الاسبكت او هل هو رايق ولا عكر، وده طبعا ايه اللي يخلي البول رايق او عكر ودرجاته على حسب الاجسام اللي موجودة فيه، على حسب البروتينات الموجودة فيه، حيوانات منوية، افرازات من المهبل، اشياء اخرى كثيرة. وبنقسم الاسبكت بتاع البول الى اربع اشياء، يا اما كلير
يا اما مايلدلي كلاودي يا اما كلاودي يا اما تيربد، والطبيعي هم اول ثلاثة بس. نتكلم بعد كده على النقطة اللي هي البي اتش اللي بتعبر عن الحامضية او القلوية بتاعة البول. الطبيعي قلنا من 4.5 ل 8، في الغالب بتكون اتجاه الحامضي شوية ناحية تحت شوية. طبعا البي اتش كل ما تقل يبقى حامضي اكتر، وبيقول ان البي اتش دي ممكن تقل ويبقى الموضوع حامضي اكتر لو الشخص بيتناول طعام غني بالبروتينات، والعكس يحصل، البي اتش تزيد يعني الكالوزس لو الشخص بياكل طعام فيه كربوهيدرات قليلة. كمان البي اتش دي ممكن تحدد لنا نوع الحصوات اللي موجودة، يعني مثلا الحصوات بتاعت الكالسيوم اوكسالات والكالسيوم فوسفات والمغنيسيوم امونيوم فوسفات، الحصوات دي بيبقى البي اتش بتاعتها الكالوزس عالية. اما بالنسبة لحصوات اليوريك اسيد او حصوات السيستين، البي اتش في الحالة دي بتبقى قليلة اسيدوزس. وكمان في ادوية بتغير البي اتش دي، وكمان انا ممكن اتابع عمل الادوية عن طريق البي اتش، يعني لما بدي دواء اشوفه فعلا غير البي اتش بتاعت البول ولا لا. بعد كده السبيسيفيك جرافيتي اللي هو تركيز المواد داخل البول، يعني نسبة المواد الزائبة الى نسبة المية داخل البول، احنا قلنا الطبيعي بتاعها من 1005 ل 1025، ممكن تقل في حالات السكر الكاذب اللي احنا قلنا عليه دايابيتس انسيبيدس او حالات الاكيوت تيوبيلار نيكروزيس، وممكن تزيد في حالات زيادة البروتين في البول وزيادة الكيتونات. بعد كده هنتكلم على الجلوكوز. احنا قلنا الطبيعي ان المفروض مفيش جلوكوز في البول، يعني لما تلاقي جلوكوز في البول غالبا الشخص ده عنده سكر. طب ليه بنقول غالبا؟ لان الكلية ليها سري شد. سري شد ده يعني السكر لما يوصل لمستوى معين في الدم اللي هو غالبا 180 ويعديه، تبدأ الكلية تنزل سكر في البول. فعشان كده لما بلاقي سكر في البول اقول الشخص ده غالبا عنده سكر. لكن المستوى ده اللي هو السري شد ده ساعات يقل في بعض الحالات، فيبقى الشخص سكره مش عالي ولا حاجة لكن الكلية بتنزل سكر في البول. وعشان كده ما بنحكمش طبعا على ان الشخص ده عنده سكر لما الاقي جلوكوز في اليورين او جلوكوز في البول، لكن بقول غالبا. لازم طبعا نتأكد بالتحاليل الاخرى. وامتى السري شد ده يوطى؟ زي مثلا في الحمل، ممكن الست يبقى سكرها طبيعي وينزل شوية سكر في البول مفيش مشكلة. بعد كده هنتكلم على الكيتونات. الكيتونات دي هي ايه اصلا؟ الطبيعي ان الشخص لما بيحتاج طاقة بيكسر كربوهيدرات ويطلع منها جلوكوز وانرجي وطاقة، لكن في حالات مثلا معينة زي المجاعات وغيرها اللي هنقول عليها، الجسم ما بيلاقيش كربوهيدرات عشان يطلع منها طاقة، فبيتجه الى الفاتس الدهون المخزنة في الجسم ويبدأ يكسرها، فلما بيكسرها بيبقى ناتج من التكسير ده كيتونات، فتزيد في الدم وبالتالي تنزل في البول. امتى يحصل الموضوع ده؟ في المجاعة. كمان في الاكستنسيف اكسرسايز يعني التدريبات الشاقة، ممكن كمان يحصل في الحمل، وطبعا في حالات الدي كي اي او غيبوبة السكر العالي وحالات الترجيع المستمر. وطبعا الاسيتون هو احد الكيتونات دي اللي بندور عليها في البول. بعد كده النيترايتس. النيترايتس المفروض تكون مش موجودة. طيب لو لقيتها معنى كده ان ده يو تي اي او انفكشن، عدوى في الجهاز البولي، زيها بالظبط الليوكوسايت استريز. المفروض ما لقيهاش، لو لقيتها بوزيتيف يبقى في غالبا انفكشن او عدوى في الجهاز البولي. بعد كده البلروبين. البلروبين اللي هو المسؤول عن الصفرة اللي هو بيخرج من الكبد في العصارة الصفرة، المفروض طبيعي ما لقوهوش في البول، لكن لو لقيته يبقى غالبا في مشكلة في الكبد او في مشكلة او انسداد في القنوات المرارية. بعد كده اليوروبيلروبين المفروض يكون موجود طبيعي من نص لواحد ملي جرام بر ديسيليتر. طيب لو هو قل عن كده، لو قل يبقى معنى كده ان في انسداد في القنوات المرارية او مشكلة اخرى. طيب لو زاد عن كده معنى كده ان في تكسير في كرات الدم الحمراء يا اما مشكلة اخرى في الكبد. بعد كده هنتكلم على البروتينات. البروتينز المفروض بالدبستيك مش هلاقيه، هيطلع سلبي. طيب هو طبيعي ان الشخص اصلا بيطلع 150 ملي جرام بير دي، 150 في اليوم ملي جرام في البول. طب انا بعمل الدبستيك ما بلاقيش ليه؟ لان الدبستيك ده ما بيوصلش او ما بيعرفش البروتين الا لما يعدي 300. طيب لو مريض عنده سكر وانا عايز اشوف الكلية بتاعته اتأثرت بالسكر ولا لا، المفروض مش هسيبه لما البروتين يعدي 300 وبعدين اشوفه، لا انا لازم ادور على حاجة اسمها مايكروبروتينوريا اللي هي اقل من 300، يعني الرقم من 150 ل 300 ده لازم الاقيه، لو موجود اسمه مايكروبروتينوريا. طيب ده الاقيه ازاي؟ بيبقى ليه سبيشال ديبستكس، يعني ليه شرايط مخصصه ليه، يا اما ادور على طرق تانية زي الاي سي ار او الالبومين كرياتين ريشيو في البول، دي طريقه بعرف بيها كميه البروتين اللي خارج في البول. انما لو بالديبستك الشرايط العاديه ولقيت بروتين، معنى كده انه اكتر من 300 في اليوم.
فزي ما قلنا في حالات مؤقتة لوجود البروتين في البول زي ارتفاع درجة الحرارة، زي الاكسرسايز الشديد، زي حالات التشنجات. لكن في حاجات بقى تعمل بروتينوريا مستمرة، ودي بقى الخطر واللي لازم ندور عليها، زي مثلا اكيوت تيوبولار نكروزيس، زي الفانكوني سندروم، زي المالتيبل مايلوما، وزي الانترستيشال نيفرايتس. بعد كده نتكلم على وجود البلد في اليورين عن طريق الدبستيك، المفروض يكون اقل من 3. لو موجود بيعرفك ان في دم، او بالجروس ابيرنس حتى بيعرفك ان في دم في البول، لكن مش بيعرفك مصدر الدم ده منين. وهنتكلم بشكل اكتر عن وجود الدم ده في الار بي سيز بعد كده تحت الميكروسكوب. لكن عموما انا لازم اتاكد ان الدم ده والتحليل ده جاي من البول مش ملوث من الخارج. يعني مثلا تكون سيدة عندها بواسير او شرخ شرجي وبينزل دم، والبول اثناء نزوله تلوث بهذا الدم، او تكون مثلا في وقت الدورة الشهرية وفي دم موجود فالبول اثناء خروجه تلوث بهذا الدم، فنيجي نعمل العينة يطلع فيها دم كتير، فلازم نتأكد من هذه الاشياء. لو جات لك ست وعندها كرات دم حمراء كتيرة ومفيش اي مشكلة خالص، اسألها عليكي دورة شهرية ولا لا. نتكلم بعد كده على الجزء الميكروسكوبيك اللي هو تحت الميكروسكوب، وهنتكلم اول حاجة على الوايت بلاد سيلز او كرات الدم البيضاء. المفروض تكون لحد 5 بس، لو زادت عن كده غالبا بتبقى انفكشن، غالبا عدوى في الجهاز الدولي. وفي الحالة دي غالبا بيبقى هي نيوتروفيلز، يعني الوايت بلاد سيلز ليها انواع كتير، غالبا في العدوى بتبقى نوع اللي هو نيوتروفيلز. لكن لو لقيت ايزينوفيلز، لو لقيتها كلها ايزينوفيلز، يبقى دي غالبا حالة اكيوت انترستيشال نيفرايتس. طبعا لو لقيت وايت بلاد سيلز عالية لازم اعمل مزرعة بول. طبعا نيجي بعد كده على الار بي سيز او كرات الدم الحمراء اللي هي بتعبر عن الهيماتوريا او وجود الدم في البول. طبعا لو موجودة دي حاجة لازم فحص كامل، ولازم اتأكد من المريض ده واشوف ظروفه ايه بالظبط، ولازم اشوف هل الدم ده رينال تبع الجهاز البولي فعلا ولا اكسترا رينال زي ما قلنا، ولو رينال هل هو جلوميرولار ولا نون جلوميرولار. الجلوميرولار يعني الجزء اللي هو بيكون النفرون وبيكون بيتم فيه امتصاص المواد وفلترة الدم ومش عارف ايه الاشياء دي. النون جلوميرولار يعني مثلا لو حصوة هي اللي عاملة جرح في المسالك فبتنزل دم وهكذا. طب ايه هي مواصفات ان الدم ده يكون جلوميرولار، يعني من وحدة الكلية نفسها اللي بتفلتر الدم؟ فمواصفات الجلوميرولار ان يكون بيبقى معها كمان ار بي سيز كاستس، هنقولها بعد كده. كمان بيبقى معها بروتينوريا اكتر من 500 ميلي جرام بردي. كمان بيبقى معها ديسمورفيك ار بي سيز، واخيرا بيبقى لونها كمان كولا كولرد شبه الكوكاكولا كده. فلازم لو لقيت ار بي سيز في البول لازم طبعا هيستوري كويس وتاريخ مرضي كويس من العيان ممكن يرشدنا لمكان هذا الدم. يعني مثلا لو عيان جاي بوجع شديد في الفلانكس او في الناحيتين دول، والوجع بيسمع لتحت، وكل ده حاد يعني لسه من يوم او اتنين، ومعاه ارتفاع درجة حرارة، فغالبا الكرات الدم الحمراء دي ناتجة من عدوى، من انفكشن. فالتاريخ والفحص مهم جدا. الابيثيليال سيلز قلنا المفروض من 15 ل 20، لو زادت عن كده ده بيدينا مؤشر ان العينه دي ملوثه من الخارج. نيجي بعد كده للكاستس. الكاستس دي المفروض يكون موجود شويه هيالين كاستس بس، باقي الكاستس المفروض تكون مش موجوده. طيب لو لقيت كاستس تانية يبقى ايه الموضوع؟ لو ريد سيل كاستس يبقى جلومرولونيفرايتس او فاسكولايتس زي ما قلنا. لو وايت بلاد سيل كاستس يبقى اكيوت مايلونيفرايتس تيوبلر انترستيشال نيفرايتس، يا اما رينال تي بي، يا اما فاجينال ديستشارج كونتامينيشن برضو. اما لو لقيت براون كاستس او بيسموها مادي براون، دي بتبقى اكيوت تيوبلر نيكروزيس. اما لو لقيت واكسي او برود كاستس، ده يبقى ادفانسد رينال فيلير، يعني فشل كلوي بقاله فتره كبيره وحاله متاخره يعني. اما الفاتي كاستس بتبقى موجود غالبا في النيفروتيك سندروم. نيجي نتكلم بعد كده على الكريستالز. لو لقيت كالسيوم اوكسالات كريستالز يبقى معناها مشكله حاده في الكلى، اكيوت كيدني انجري. طيب لو لقيت كميه كبيره من اليوريك اسيد كريستالز، لو كميه كبيره يبقى ممكن يكون جوت او نقرس، ممكن يكون تيومر لايسيس سندروم. لو لقيت مغنيسيوم فوسفات كريستالز يبقى ده غالبا يو تي اي او عدوى في الجهاز البولي. بعد كده البكتيريا. البكتيريا المفروض تكون مش موجوده، لو لقيت بكتيريا في البول يبقى يو تي اي انفكشن، ولازم في الحالة دي اعمل مزرعة واتأكد ان البكتيريا دي جاية فعلا من البول مش ملوثة من الخارج زي ما قلنا. بعد كده اليست
اليستس اللي هي الخمائر، ودي غالبا بتدل على وجود الكانديدا، نوع من الفطريات اسمه كانديدا المفروض طبعا تكون مش موجوده. واخيرا الاوفا او البويضات، لو موجود حاجه زي البلهارزيا او حاجه زي كده هتبقى البويضات بتاعتها موجوده في البول، وطبعا لازم ياخد علاجها. طبعا البول لازم لما نجمعه يكون في عبوه معقمه، ما يكونش هي اساسا فيها بكتيريا وفيها اشياء اخرى، لازم تكون معقمه لتجميع البول، وزي ما قلنا يكون ميد ستريم الجزء النص في التبول. ولازم نتاكد من موضوع ان مفيش دوره شهريه، ولازم لو ست تهتم بنظافه الجهاز التناسلي بتاعها عشان ما يلوثش البول اثناء التحليل. يا ريت نكون قدرنا نلم بعض الاشياء في تحليل البول. وفي النهايه احب اشكركم، اشتركوا في القناه، اعمل لايك وشير، شكرا ليكم.